السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو ده بصراحه انتوا اللي شجعتوني ان انا اعمله، يعني اغلب فيديوهاتي الاخيره دي انتوا اللي مشجعيني فيها، بجد ثانكس. خليني اقول لكم انه انتوا بتكتبوا لي كومنتات كده ان انتوا لما بتشوفوني بتحسوا بطاقه ايجابيه. انا كمان لما بشوف كومنتاتكم بحس بطاقه ايجابيه اكتر يا جماعه. فخليني النهارده بقى اديكم من طاقتي الايجابيه عشان انتوا كمان تدوها للناس اللي بتحبوها. طيب فيديو النهارده انا هتكلم فيه عن انه لما انتوا عارفين بيجي وقت علينا كده بنحس انه، يعني انا شخصيا بيجي عليا الوقت ده بحس ان انا حزينه، مكتئبه، ايه المشاكل الكتير دي، انا مش، لا يا جماعه انا تعبت، انا مش قادره اكمل، انا مش قادره اواجه كل ده، انا محتاجه حد جنبي، محتاجه اتكلم مع حد. فامتى يعني لما يكون في شخص كده زي حالتي كده يوصل للمرحله دي، ازاي نساعده، ازاي نخرجه من الحاله دي، حاله الحزن دي او حاله الاكتئاب او حاله الضعف دي اللي بيوصل لها ده، بنعمله باول حاجه نعملها اننا نسمع للشخص ده، لان الشخص ده بيبقى جواه كتير قوي مخزنه جواه، فمحتاج ان هو يفضفض، محتاج ان هو يتكلم، محتاج ان هو يتكلم ومنتبه له. يعني اسمعوا لهم وانتم منتبهين وانتم مهتمين، مش انا بسمع لك معلش الصوره دي حلوه قوي على فكره، شايف؟ كمل انا معاك. لا مش هو ده يا جماعه، ده معناها انه عبء عليك وان انت بتسمع له من غير ما تهتم. لا اسمع وانت مهتم وما تقطعهوش وهو بيتكلم، حتى لو قطعته حاول تقطعه بكلام اللي هو يعبر عن انك مهتم. ايه ده، معقول بجد؟ طب عملت ايه؟ صحيح ده حصل؟ يعني فاهمين اللي هو الكلمات اللي زي دي، اللي هي الكلمات المختصرة اللي تفهمه ان انت منتبه معي. طيب هو حكى مشكلته وانت سمعت باهتمام، بعد كده بقى نعمل ايه؟ نبدأ نسأله، طب انت حاسس بايه دلوقتي؟ يعني فهمني انت، طب انت هتعمل ايه؟ طب حصل لك قبل كده الموقف ده؟ طب ما تيجي نفكر مع بعض بهدوء كده هنعمل ايه مع بعض؟ عارف لما هو انت تقول له نفكر مع بعض، فكرة تقول له ان انت نفكر مع بعض معناها ان انت كمان مهتم ان دي مشكلتك، مش مشكلته هو لوحده، لا ان دي مشكلتك انت كمان وعايز تحلها له. بعد ما تفكروا بقى مع بعض تبدأ تديله رأيك، يعني تديله نصيحتك لكن في شكل رأي. بمعنى انتوا اكيد عارفين الناس اللي بتحبوهم وعارفين انهم هيكونوا حساسين من ناحية النصيحة. يا عم انا مش قلتلك المفروض، انا قلتلك قبل كده ان هيحصل معاك كذا وانت ما صدقتنيش، دي حصلوا. لا ما تلوموش وتعتبوا عليهم، ما تحاولوش بقى ايه اللي هو ترموا اللوم عليهم، يعني بلاش الحتة دي يا جماعة. لما نيجي ندي نصيحة بنديها في هيئة رأي، بمعنى انه تقول له على فكره طب انا رايي ان احنا نعمل كذا، وخليك دايما في كلمه احنا، دايما وانتوا بتتكلموا قولوا لهم احنا، مش تقولوا له انت تعمل كذا، لا احنا نعمل كذا، عشان يحس بالانتماء، يحس ان دي مشكلتك قبل ما هي تكون مشكلته. وبلاش موضوع النصيحه، ما تقولوش انا انصحك ان انت تعمل كذا، لا احنا على فكره عندنا التكاريا اساسا، عندنا حساسيه من كلمه نصيحه، كلمه انصحك دي ما بيحبوهاش، فبلاش نقول نصيحة. يقول له ايه، طب انا رأيي ان احنا نعمل كذا، حط الجملة دي في اي رد لاي حد عنده مشكلة وبياخد رأيكم فيها او عايزكم تساعدوه فيها. دي اول نقطة، يعني في بداية حل المشكلة. يعني طب انا من رأيي نعمل كذا، طيب خلاص قلت رأيك، بعد كده بقى ايه؟ يعني اللي هو عارفين نبدأ نخرجه من المود بقى، احنا عرفنا حل المشكلة، خلاص يا عم روق بقى. انت فاكر لما انا كان عندي المشكلة الفلانية وانت قلت لي اعمل كذا وعملت كذا وحصل كذا، ونبدأ نضحك بقى على الموقف، موقف يضحك كده من الذكريات الحلوة اللي بينك وبين الشخص ده، لانه اكيد في ذكريات تضحك ما بينكم يعني. فنبدأ نخرجه من المود بانه نفكره بموقف حصل ليك كده وهو كان معاك فيه وتضحكوا عليه، او ان انت تقول له على موقف حصل لك مشابه للي هو فيه وتبداوا تضحكوا عليه برضو. يعني فاهم اللي هو خرجه من المود، لكن ما تقولوش، مش عشان تخرجه من المود تقول له ايه
يا عم كبر دماغك بقى وروق، ده الموضوع تافه ما يستاهلش. لا الجملة دي ما تتقالش يا جماعة، ما تتقالش لحد خالص على فكرة، لان انت كده بتتفه من احساسه او بتقلل من احساسه، اللي هو ايه، ايه ده، هو انا كمان تافه يعني، يعني انا تافه، مشاكلي تافهة، انا بزعل على حاجة تافهة، ما هو اكيد هيفكر كده. فجملتك مش هتساعده، ده بالعكس ده هتزعله اكتر. انا غلطان اصلا يا عم ان انا جيت لك، يعني انت بتتفه لي الموضوع وتقلل من قيمته، يعني لا انا غلطان ان انا جيت، فاهمين؟ فلا انتوا خدوهم في ناحية تانية، ادوهم موقف حصل ما بينكوا وقعدتوا تضحكوا عليه، او مشكلة كبيرة اتحطيتوا فيها وبعدين اتحلت وقد ايه كنتوا مرعوبين منها، ورغم كده اتحلت وعدت وزي الفل. يعني يا عم ده ياما دقت على الراس تقول يعني، فاهمين؟ اللي هو اديله القوه دي. يعني حاجه كمان بقى، شجعوهم كده، دعموهم نفسيا، اللي هو ايه، انت قدها، انت تقدر، يعني اللي هو دعمه نفسيا، خليك سند ليه، حسسه ان هو عنده القدرة، عنده القوة، عنده المهارات، عنده الامكانيات اللي تساعده على انه ان الحزن مش اقوى منه، ان الاكتئاب مش اقوى منه، ان المشاكل مش اقوى منه، لا هو اللي اقوى منها. ادوهم الايجابية دي علشان يحسوا، دعمهم نفسيتهم يا جماعة. كل ما بتدعموا الناس نفسيا كل ما بيخرجوا من الحالة الحزينة بتاعتهم دي، بس ده طبعا بعد ما ضحكوهم الاول وبعدين دعموهم نفسيا. وبعد بقى ما دعموهم نفسيا خلاص، يعني الراجل ده اخد باور جامد جدا، ودلوقتي هو عنده استعداد يواجه الدنيا بحلاوتها يعني ومرارتها وكل حاجه، وهو مبسوط ومبتسم. حاولوا بقى تقدموا لهم هديه حلوه، مش بقول يعني تنزلوا تجيبوا لهم بوكي ورد بقد كم كميه كده، لا يعني على فكره ورديه واحده تكفي يعني، او علبه شوكولاته، شوكولاته خلاص، شوكولاته ب 10 جنيه حسب على فكره الهديه اللي بتجيبوها لهم. الهديه دي على فكره ممكن تبقى اغنيه حلوه قوي تبعتها له على الموبايل، يعني اي حاجه. الهديه لازم تكون تتناسب مع شخصيه الشخص اللي انت بتهديه. انت طبعا ده شخص بتحبه وبتعزه او قريب منك في محيطك، فاكيد عارف هو بيحب ايه، فاكيد عارف لما تهديه بحاجه هل هو هيفرح بيها ولا لا. فدي اخر حاجه تعملوها، ان انتم تهدوهم بحاجه حلوه هم بيحبوها، ورد، شوكولاته، اغنيه، كلمات جميله حتى، هدوهم بالحاجة اللي هم بيحبوها. فساعتها هتهون عليهم مشاكلهم، هتهون عليهم أحزانهم، هتهون عليهم كل حاجة مزعلاهم، وساعتها هيحسوا انه قد ايه انتوا بتحبوهم وقد ايه انتوا خايفين على زعلهم وعايزينهم يبقوا مبسوطين. وهنا تقول له تزعلش، انا جنبك، انا معاك، يعني بص هنكسر الدنيا من الاخر كده، ما فيش حاجه تقف قصادنا، احنا ياما دقت على الراس تبول. فحاولوا تعملوا ده، وده بجد بجد الحاجات دي بتغير جدا في نفسيه الناس. يعني انا شخصيا لما بيتعمل معايا موقف زي كده، لما اكون حزينه او زعلانه او متضايقه وحد يكون قريب مني جدا يجي ويسالني مالك في ايه، يعني في ناس بنحسها من صوتها، احنا مش محتاجين نستناهم لما يجوا ويقولوا، يعني مش نبقى شايفينهم زعلانين ونستناهم يجوا يقولوا زعلانين ليه، لا روحوا قولوا لهم صوتك متغير على فكره، انا حاسه ان نبره صوتك متغيره، طريقه كلامك متغيره، تعالى قول لي مالك في ايه، تعالى بس يا عم انا سيبك من الدنيا واللي فيها، تعالى بس احنا هنتكلم كده ونشوف ايه الموضوع الكبير ده اللي مزعلك، مين يقدر يزعلك، يعني فاهمين. خليكوا كده الناس الحلوة دي، الإيجابية دي، الناس السند في الحياة، خليكوا الناس دي. أنا نفسي الناس اللي بتابع حنان جمعة يكونوا هم الناس دول، الناس اللي بتدي طاقة إيجابية، الناس الحلوة دي. وهنهي الفيديو عند كلمة الحلوة دي، لو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لي لايك، وقولوا لي في الكومنتات عجبكم ولا لا، أكمل الحاجات دي ولا لا، وان شاء الله انزل لكم فيديوهات اكتر تدعم روحكم انتوا كمان، ازاي تدعموا روحكم انتوا كمان، ازاي تبقوا اشخاص ايجابيه كده. قابلكم الفيديو الجاي على خير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.